السيد عبد الملك فرج في منصب مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. على مستوى وزارة الصحة السيد مولاي هشام عفيف في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، والسيد خالد أيت طالب في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس. على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد رضوان مرابط في منصب رئيس جامعة محمد بن عبد الله بفاس، وأيضا بناني في منصب مدير التعاون والشراكة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير السيد بولاه مبارك في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة قلميم ودنون. وعلى مستوى وزارة الشباب والرياضة السيد مصطفى المسعودي في منصب مدير الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. وعلى مستوى وزارة العدل السيد مصطفى دحدوح في منصب مدير عام المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. وعلى مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي قطاع النقل الجوي السيد خالد منجي في منصب مدير الملاحة الجوية المدنية بالمديرية العامة للطيران المدني، والسيد عادل الفقير في منصب مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة.